هل ستبدأ مرحلة جديدة من العلاقات الإيرانية العراقية بعد تطبيق هذه الاتفاقية بخصوص حظر وجود المعارضين الإيرانيين على الأراضي العراقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشك في أنه هذا الاتفاق قد يؤدي إلى التهدئة، لا سيما أنه هناك أزمة عابرة للحدود، وهي أزمة استحقاق بالنسبة إلى إيران صدرتها إلى العراق. هذه الأحزاب المعارضة، البعض منها معارض منذ عام 1957، يعني منذ نظام الشاه، والبعض منها انتقل إلى داخل العراق منذ الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، أي بمعنى أنها ليست حديثة أو هي وليدة المرحلة الحالية. وبالتالي مسألة التهديد والتلويح بقضية استهداف إقليم كردستان عسكريا تتخذ فيها المعارضة ذريعة. لماذا في هذا التوقيت؟ التوقيت الذي حقق فيه إقليم كردستان اكتفاء ذاتيا على مستوى الغاز، وهو يرغب في عمليات تصدير، والمطالبة باستحقاق النظام الفيدرالي الذي يكون فيه النظام مرنا على مستوى الأقاليم في مسألة التواصل إقليميا، لا سيما في مجال الاستثمار واللامركزية في مسألة الاستثمار ومسألة التصدير. ففي تقديري أنه هي قضية ورقة سياسية، والتعهدات التي تحدث عنها السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية من الصعب جدا الإيفاء بها. أولا، الهويات متداخلة، ولا يمكن أن تنقل أزمة لنظام سياسي هو عابر للحدود، وأعني به في إيران، إلى الداخل العراقي، وكذلك الحال بالنسبة إلى تركيا، أزمة البيكيكا. معنى ذلك أننا سنشتبك مع تشكيلات لديها رؤى أيديولوجية في الداخل العراقي، وهل يعقل أن صانع القرار السياسي زج منطقة إقليم كردستان بهذا الوضع الصعب والمعقد إلى حروب جبلية تصنف أنها من أخطر وأشد الحروب؟ ولذلك في تقديري أنه أن نكون موضوعيين في التعاطي مع هذه القضية. نعم دكتور. إذا كانت إيران ترى أن هذه الجماعات تهدد أمنها القومي، فلتعمل على تحصين الكتف الحدودي الذي يتعلق بإيران. نعم. وكذلك الكتف الحدودي الذي يتعلق بتركيا، والأكراد بقدر تعلق الأمر في النظام السياسي لديهم حقوقهم الوطنية في الأمر.